نشرة الأحوال الجوية قدمت لكم من طرف أكسنت أغبي. مشاهدينا مساء الخير عليكم، اهلا بكم في النشره الجويه الخاصه بهذه الليله. ان شاء الله نتوقع لاجواء مستقره وصافيه بالمناطق الساحليه الشرقيه، راح تكون بعض السحب بسواحل الغربيه والوسطى واللي توصل حتى للمناطق الداخليه وشمال الواحات، وصولا ايضا لاقصى الصحراء. راح تبقى الاجواء ايضا صافيه بشمال الصحراء وحتى بباقي المناطق الصحراويه، وان شاء الله الرياح راح تكون ضعيفه الى معتدله. درجات الحراره الدنيا لهذه الليله ان شاء الله راح توصل الى 22 درجه في وهران، 23 درجه لكل من عنابة وحتى الجزائر العاصمة، 21 درجة في باتنا، 23 درجة بالبيض، و 26 درجة بالأغواط. ما في الجنوب راح تبقى دائما مرتفعة ونسجلوا 31 درجة في ورقلة، 29 درجة بتندوف، 32 درجة بعين صالح، و 28 درجة بإليزي. أما عن حالة البحر لهذه الليلة إن شاء الله حيبقى دائما هذا إلى قليل الاضطراب بسواحل الغربية، وهذا وفق رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية راح تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وبحر قليل الاضطراب بالسواحل الوسطى والشرقية، وهذا نتيجة رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها إن شاء الله أيضا راح تتراوح ما بين 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا لأكثر تفاصيل عن تطورات الوضعية الجوية على قناتكم النهار، ابقوا معنا بصحة فطركم، في أمان الله. أكسنت أغبي رفيقكما الوفي يقال.